بسم الله الرحمن الرحيم. دكاترتنا الجامدين، اتمنى تكونوا كويسين. الحصص اللي فاتت اتكلمنا عن الجهاز الهضمي، وعرفنا ان انا بقسمه الى 3 مناطق كل على حسب تركيبه. المنطقة الاولى كانت منطقة الفم وحاجاته، بنسميها اورال كافيتي. بعد كده الاكل بينزل من الفم على انبوبة طولها 25 سنتي اسمها المريء او اسوفيجاس. الاسوفيجاس الجميل في كل كلامي عنه هتلاحظ ان انا بقسمه الى 3 اجزاء. بعد كده بدخل على المعدة، كيس كبير منفوخ، وبرضه في كلامي عنها هتلاقيني بقسمها الى 3 اجزاء. بينزل الاكل من المعدة على الامعاء small intestine، ومنها الى large intestine، ثم اخر منطقة في الجي اي تي في التراكت بتاعك هي الريكتم والانال كانال. مبروك، الاكل خرج بره جسمك. طب ما تيجي نتكلم عن تركيب الجي اي تي، التراكت الجميلة بتاعتي، الممر اللي بيمشي فيه الاكل بعد خروجه من الاورال كافيتي. وخدنا الجنرال ستراكشر، السكيما الجميلة بتاعتنا، قلنا اي مكان في الجي اي تي. لما اجي اتكلم عنه هتلاحظ ان انا بتكلم في 4 مناطق. المنطقة الاولى منطقة الميكوزا، المنطقة التانية تحت الميكوزا فسميتها سب ميكوزا، ثم طبقة المسلز الخارجية ماسكلوزا، واخر طبقة خالص ادفنتيشيا او سيروزا. لما اجي اتكلم دلوقتي عن الميكوزا هتكلم ازاي؟ الميكوزا كان كلام ثابت، ابيثيليوم لامينا بروبريا ثم ماسكولاريس ميكوزا، طبقة من المسل موجودة في الميكوزا. مهم جدا تراجع فيديو السكيما. بعد كده تدخل على تركيب الاسوفيجاس. يلا بينا نخش في التفاصيل. الجزء الاول عندي في الميكوزا يسمى ابيثيليوم، وقلنا الابيثيليوم بتاع الجي اي تي بيعكس مكان العضو اللي موجود فيه، ريفلكت البورت اللي موجود فيه. هلاقي مثلا ان انا عندي في الاسوفيجاس، والله ده المريء، اول منطقه معرضه للاكل في الجي اي تي. سيادتك كلت عيش ناشف، شربت شوربه سخنه او كوبايه شاي سخنه، ممكن بسهوله جدا تجرح الميكوزا بتاعه الاسوفيجاس. عشان كده كان ضروري احط لك عده طبقات من الابيثيليوم، بحيث ان لو طبقه اتعورت او اتجرحت الطبقه الثانيه تسد مكانها لحد ما تعوضها. فالابيثيليوم بتاع الاسوفيجاس كان ستراتيفايد، متعدد طبقات كتير، ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. وطبعا عشان احنا هنا جوه مفيش اي جلد فهيبقى نون كيراتينايزد. يبقى اذا الابيثيليوم بتاع الاسوفيجاس ستراتيفايد سكويموس نون كيراتينايزد. وبلاقي في بعض الخلايا متمطوره في الاسوفيجاس اسمها لانجرهانز سيلز، الاسم ده هيتكرر معانا كتير. لما اجي اتكلم عن الابيثيليوم بتاع الاستومك اقول لك الاول الابيثيليوم بيعكس الوظيفه بتاعه المكان اللي موجود فيه. فالاستومك هلاقيها محتاج تعمل دايجستشن، هضم، ابزوربشن، امتصاص. عشان كده كان لازم احط لك ابزوربتيف ابيثيليوم، الابيثيليوم اللي بيعمل على الامتصاص، واللي نوعه كولامنر ابيثيليوم. الطبقة التانية بتاعتي كان اسمها لامينا بروبريا، ودي كان كلام ثابت، ده لامينا بحرف ال. لما اجي اتكلم عنها اقول لك تتكون من لوز كونكتيف تيشو، وهذه الطبقة تحتوي على الجلاندز. لو انت في الاسوفيجاس يبقى اسمك اسوفيجيال جلاند، لو انت في الاستومك في المعدة يبقى اسمك جاستريك جلاندز. ثم الطبقة الثالثة بتاعت الميكوزا، طبقة ماسلز موجودة في الميكوزا فسميتها الماسلز بتاعت الميكوزا ماسكولاريس ميكوزا، وبرضو كان كلام ثابت، inner circular layer of muscles و outer longitudinal layer of muscles. بس خد بالك لما اجي اتكلم عن الاسوفيجاس هقولك ان الاسوفيجاس ناقص، لما اجي اتكلم عن الانتستين هقولك ان الانتستين زائد. يعني ايه الكلام ده؟ الاسوفيجاس ناقص يعني ناقص طبقة من الطبقتين دول. تقول لي ده الاسوفيجاس في only one layer وبتبقى longitudinal. بنتكلم دلوقتي عن الاسوفيجاس والاستومك، هنقولهم الاثنين مع بعض كتركيب. اي جزء في اجزاء الجي اي تي؟ عبارة عن 4 طبقات. الطبقة الأولى تسمى ميكوزا وهي طبقة الإبيثيليوم. يبقى في أول كلامي عن الميكوزا أقول له نوع الإبيثيليوم. خد بالك إن الإبيثيليوم بتاع الجي أي تي
يعكس وظيفة المكان اللي موجود فيه. بمعنى ان الابيثيليوم بتاع الاسوفيجاس، هلاحظ ان الاسوفيجاس ده اول جزء في الجي اي تي بتاعي، معرض للابريجن باستمرار، معرض ان هو يتخدش او يتاكل. فمهم ان انا احط لك طبقات كتير بحيث لو واحده باظت التانيه تعوض مكانها. اذا الابيثيليوم بتاع الاسوفيجاس ستراتيفايد سكويمس، وعشان ما فيش جلد في المنطقه دي، احنا جوه ما فيش جلد جوه، يبقى نون كيراتينايزد ابيثيليوم. بلاقي في شويه خلايا اسمها لانجر هانز سيلز. لما اجي اتكلم عن الابيثيليوم بتاع الاستومك هتقول لي والله ده الابيثيليوم بتاع الجي اي تي بيعكس وظيفه المكان اللي موجود فيه. فالاستومك الوظيفه بتاعتها انها بتعمل دايجستشن، هضم، وابزوربشن، امتصاص. كان لازم احط لك الابيثيليوم بتاع الامتصاص اللي هو كولامنر ابيثيليوم. وعلى فكره الكولامنر ابيثيليوم بتلاقي فيه 6 انواع من الخلايا. دخلنا في الطبقه الثانيه اللي اسمها اللامينا بروبريا، كان كلام ثابت، لوس كونكتيف تيشو يحتوي على نيرف وبلود وليمفاتكس، واللامينا بروبريا تحتوي على الجلاندز بتاعه العضو. لو انت في الاسوفيجاس يبقى اسوفيجيال جلاند، لو انت في الاستومك يبقى جاستريك جلاند. بعد كده طبقه المصل اللي موجوده في الميكوزا، ماسكولاريس ميكوزا، انر سيركولار او لونجيتودينال. ولكن اخد بالي ان الاسوفيجاس ناقص، يعني لما اجي اتكلم عن الماسكولاريس ميكوزا بتاعه الاسوفيجاس هقول له انها تتكون من اونلي وان لاير وبتبقى لونجيتودينال سموز ماسلز. بعد كده هدخل في الطبقه اللي تحت الميكوزا، والله سميتها تحت الميكوزا، هسميها ايه يعني؟ طبقه الصب ميكوزا. واتفقنا ان طبقه الصب ميكوزا دي طبقه لعيبه الكوره، تحديدا عمهم ميسي. يبقى في كلامي عن الصب ميكوزا هقول نفس الكلام اللي قلته في اللامينا بروبريا، عباره عن كونكتيف تيشو يحتوي على نيرف وبلاد وليمفاتكس، ويحتوي على الجلاندز بتاعه العضو. لو انت اسوفيجاس اسوفيجيال جلاند، لو انت استومك يبقى جاستريك جلاند. وهقول له كمان ان الصب ميكوزا طبقه لعيبه الكوره، يعني تحتوي على بلكسس من الاعصاب اسمها ميسينرز بلكسس. ميسي. بلاقي تحت الصب ميكوزا طبقه من العضلات سموز ماسلز، بسميها العضلات الخارجيه، احنا بره الميكوزا دلوقتي، اذا احنا بره، اسمها ماسكولاريس اكسترنا، طبقه العضلات اللي بره، او مجازا بنسميها ماسكلوزا. وبرده في كلامي عن الماسكلوزا هقول لك كلام ثابت، عباره عن انر سيركولار لاير بتعمل ميكسنج للاكل، واوتر لونجيتيودنال لير، لونجيتيودنال يعني طويله، يبقى من خلالها هيوصل الاكل للاجزاء السفلى. ولكن الاحظ في كلامي لما اجي اتكلم عن الاستومك هقول له ان الاستومك بتحتاج تعمل مور اند مور ميكسنج للاكل، بتحتاج تخلط الاكل جامد، ده الكيس اصلا المسؤول عن الخلط والهضم. يبقى لما اجي اتكلم عن الماسكلوزا بتاعه الاستومك لازم ازود طبقه اجباري واقول له ان الاستومك بتحتاج مور ميكسنج، ففيها انر اوبليك لاير اوف سموز ماسل. والانر اوبليك دي بيني وبينك طبقه مش سهل ان انا اتحكم فيها. طب السيركولار شكلها عارفينه دايره، واللونجيتيودنال شكلها عارفينه بالطول كده، اما الاوبليك فهي شكلها مايل بالعرض، اذا هي طبقه مايله صعب ان انا اتحكم فيها لا اراديا. فحطيت لك طبقه او بلكسس من الاعصاب يتحكم مخصوص في الانر اوبليك ماسل اسمها اوربخس بلكسس. يبقى متى وجدت الانر اوبليك لاير اوف سموز ماسل؟ وجد جنبها الاوربخس بلكسس اوف نيرفز، طبقه من الاعصاب بتتحكم في هذه الاوبليك ماسلز المايله اللي انا مش عارف احكمها. بعد كده بنتكلم في الطبقه الاخيره من طبقات الجي اي تي اللي هي ادفنتيشيا او سيروزا، ايه الفرق بينهم؟ والله الادفنتيشيا لاي جزء غير محاط ببريتونيوم، زي مثلا الاسوفيجاس لما اجي اتكلم عنه هقول لك انه محاط بادفنتيشيا. اما السيروزا فهي للاجزاء المحاطه ببريتونيوم. وفي كلامي عن الادفنتيشيا هقول له والله دي كونكتيف تيشو يحتوي على نيرف وبلاد وليمفاتكس، كذلك السيروزا كونكتيف تيشو يحتوي على نيرف وبلاد وليمفاتكس. ولكن في السيروزا لازم ازود كلمه في حق البريتونيوم اللي عندي واقول له انها محاطه كمان او تحتوي على سيمبل سكويمس ابيثيليوم، ده الابيثيليوم اللي مبطن للبريتونيوم بتاعي. السيمبل سكويمس ابيثيليوم ممكن تلاقيه في بعض الكتب اسمه ميزوثيليوم،
وده طبيعي، ما هو سيمبل بسيط اي حد بيضربه على قفاه، اذا اسمه ميزو، عيل تافه. يبقى سريعا جدا الاستراكشر بتاع اجزاء الجي اي تي اللي هم الاسوفاجس والاستومك، ده مبدئيا. لما اجي اتكلم عن اي جزء في الجي اي تي في التراكت بتاعتي هقول لك انه يتكون من اربع طبقات: ميكوزا، سب ميكوزا، ماسكولوزا، ادفنتيشيا او سيروزا. الميكوزا هي طبقه الابيثيليوم، يبقى رقم واحد ابيثيليوم، والابيثيليوم بتاع الجي اي تي بيعكس وظيفه المكان اللي موجود فيه. هلاحظ الابيثيليوم بتاع الاسوفيجس، ودي اول منطقه معرضه للاكل، فهو متعدد الطبقات عشان لو واحده اتجرحت يطلع مكانها واحده جديده. فبلاقي ستراتيفايد سكويموس نون كيراتينايزد عشان ما فيش جلد هنا، وفي شويه خلايا اسمها لانجر هانز سيلز. اما الابيثيليوم بتاع الاستومك فهو ابزوربتيف ابيثيليوم، يعني كولامنر ابيثيليوم، يحتوي على ست طبقات او ست خلايا، ست انواع من الخلايا. في كلامي عن الاستومك كمان بلاحظ ان الاستومك بتبقى بالشكل ده. عندي استومك جميلة اهي. الاستومك من الداخل بلاحظ جواها تعريج، وعلى الول الداخلي في نهاية هذه التعريج بلاقي نقر. يعني ايه الكلام ده؟ لما اجي اتكلم عن الميكوزا بتاعه الابيثيليوم ارجوك لا تغفل عن منطقه التعاريج ومنطقه النقر. الاستومك المعده من الداخل بلاقيها متعرجه، اليومن بتاعها من الداخل مش سالك، في مطبات وتعاريج. هذه التعاريج، وكلمه تعاريج يعني رينكلز، بسميها عندي في الطب جاستريك روجي. كلمة روجي تساوي كلمة رينكلز، يعني تعاريج. والله الجاستريك روجي دي انديكيتنج للجوع، للفقر، للقحط الشديد. الواحد وهو جعان معدته بتبقى فاضية، فالمعدة وهي فاضية بتلاقيها قفلت على نفسها. أكلني يا راجل حرام عليك. قفلت المعدة على نفسها ينتج عنها هذه التعاريج اللي اسمها جاستريك روجي. طب افرض سيادتك كلت، ربنا كرمك وقدرت تجيب فلوس وتاكل وتشرب، اول ما تاكل والمعده بتاعتك تبقى ديستند تتنفخ تختفي هذه الجاستريك روجي. يبقى التعاريج دي موجوده في الامتي ستومك في المعده وهي فاضيه. اول ما المعده ديستند بالاكل، اول ما تتملي بالاكل بتلاقي الروجي دي اختفت، الرينكلز بتاعتها اختفت، المعده بتاعتك بقت فول ديستند. مبروك، انت راجل شبعان. ومنطقه النقر الثانيه دي بسميها النقر بتاعت المعدة، هسميها ايه يعني؟ هسميها جاستريك بيتس. ودي مناطق نقر كده، حفر، لاحظت انها تحت الميكروسكوب بتبقى دنس، بتبقى غامقة. فسميتها جاستريك بيتس دنس. وهذه البيتس، هذه النقر، هي اماكن الاوبننج بتاع الجاستريك جلانز، الغدد اللي موجوده في الاستومك بتاعت سيادتك بتفتح في هذه النقر، في هذه البيتس. عشان كده هذه البيتس دنس، غامقه، دي مكان الاوبننج اوف جاستريك جلاند. يبقى تعالى كلمني تاني عن الاسوفاجس بالكامل كله مره واحده، وهرجع اتكلم عن الاستومك بالكامل كله مره واحده، ونتعلم ازاي نطبق السكيما بتاعتنا. رقم واحد ده الاسوفاجس، يعني جزء من الجي اي تي، يبقى اول طبقه اسمها ميكوزا، والميكوزا ابيثيليوم لامينا بروبريا ماسكولاريس ميكوزا. الابيثيليوم بتاع الاسوفاجس بيعكس وظيفه الاسوفاجس. وظيفة الاسوفاجس ان هو اول جزء بيستقبل الاكل، فكان لازم احط لك عدة طبقات من الابيثيليوم عشان لو كلت عيش ناشف او شربت حاجة سخنة والطبقة من الطبقات اتجرحت، الطبقة التانية تسد مكانها. اذا الابيثيليوم بتاعك استراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. بلاقي في بعض الخلايا اللي اسمها لانجر هانز سيلز، عدي. اللامينا بروبريا هي اللوز كونكتيف تيشو، يحتوي على نيرفو وبلاد ولمفاتكس، ودي منطقه الجلاندز. احنا في الاسوفيجاس، يبقى انا عندي اسوفيجيال جلاندز في اللامينا بروبريا.
المنطقة الثالثة اسمها ماسكولاريس ميكوزا، طبقة من العضلات موجودة في الميكوزا. ولما اجي اتكلم عن الاسوفيجاس هقول لك ان الاسوفيجاس ناقص، يبقى هي عبارة عن لونجيتيودنال لاير اونلي اوف سموز ماسلز. الطبقة الثانية هي منطقة تحت الميكوزا فسمتها صب ميكوزا. وما انساش ان الصب ميكوزا طبقة لعيبة الكرة وعمهم ميسي. يبقى بعد ما اقول له كلام اللامينا بروبريا تاني هقول له خد بالك ده تحتوي على بلكسس اوف فينز اسمها ميسينرز بلكسس. بعد كده طبقة الماسكلوزا كلام ثابت، انر سيركولار لير بتعمل ميكسنج للاكل، اوتر لونجيتيودنال لير بتعمل بروباجيشن للاكل. احنا في الاسوفيجاس خلاص عدي. الطبقة الأخيرة ولكن في حاجة صحيح، قلت لسيادتك في أول الحصة إن في حديثي عن الأسوفيجاس هتلاقيني بقسمه لك ثلاث مناطق. طبيعي أنبوبة طويلة طولها 25 سنتي أكيد مش هعرف أخدها في الكلام as a whole part كجزء واحد، لازم أقسم كلامي عن الأسوفيجاس، فلازم أقسم الأسوفيجاس بتاعي. هلاحظ إن الأسوفيجاس بتاعي بالشكل ده، أنبوبة طويلة أهي طولها 25 سنتي بالشكل ده، وظيفتها انها بتوصل الاكل من الاورال كافيتي الاكل اللي جاي من فوق للاستومك اللي موجوده تحتها. ولكن في حديثي عن العضلات بتاعه الاسوفيجاس هلاقي ان الاسوفيجاس بتاعي المريء بتاعي متقسم ثلاث اجزاء. الجزء العلوي الابر بارت يحتوي على عضلات مخططه سترييتد ماسلز، والجزء السفلي يحتوي على سموز ماسلز عضلات ملساء، يبقى اللور بارت سموز ماسلز. وبلاقي الجزء اللي في النص الميدل بارت يحتوي على ميكس شويه عضلات سترييتد وشويه عضلات سموز. يبقى اذا في الماسكلوزا بتاعه الاسوفيجاس هقول له ده الانر سيركولار عادي بتعمل ميكسنج، الاوتر لونجيتيودنال عادي بتعمل بروباجيشن، ولكن في عضلات الاسوفيجاس بقسمها في ثلاث مناطق، الابر بارت عضلات سترييتد مخططه، واللور بارت عضلات سموز ملساء، والميدل بارت بيبقى ميكسد ما بين السترييتد وما بين السموز. بعد كده هتكلم في الطبقه الاخيره اللي هي ادفنتيشيا او سيروزا. احنا الاسوفاجس فوق بعيد عن البريتونيوم يبقى مغطى بادفنتيشيا. وكلامي عن الادفنتيشيا هتقول لي انها عباره عن كونكتيف تيشو يحتوي على نيرف وبلاد والليمفاتكس، ولكن اللور بارت بتاع الاسوفاجس لو تمدد اكتر من كده ودخل جوه اطار البريتونيوم ممكن الاقيه متحوط بسيروزا. اذا هي ادفنتيشيا في العموم، ولكن ممكن الاقي اللور بارت متحوط بسيروزا. وفي كلامي عن السيروزا هقول له انها كونكتيف تيشو يحتوي على نيرف وبلاد والليمفاتكس، ولا اغفل عن طبقه البريتونيوم فاقول له انها سيمبل سكويموس ابيثيليوم انديكيتنج للبريتونيوم اللي محوطها اسمه ميزوبثيليوم. بعد كده كلمني عن تركيب الاستومك، برضه نفس السكيما، هتقول لي ده الاستومك دي بارت من الجي اي تي، يعني تتكون من اربع طبقات ميكوزا سب ميكوزا ماسكولوزا ادفنتيشيا او سيروزا. احنا جوه البريتونيوم خلاص بقى اعتمد السيروزا. طبقه الميكوزا ابيثيليوم لامينا بروبريا ماسكولاريس ميكوزا، والابيثيليوم بتاع الاستومك ودي بارت من الجي اي تي بيعكس وظيفه المكان اللي موجود فيه، هقول له انها بتعمل ابزوربشن اذا حطيت فيها ابزوربتيف ابيثيليوم. ابيثيليوم بيعمل على الامتصاص. وما هو الابزوربتيف ابيثيليوم؟ هو عباره عن كولومنر ابيثيليوم يحتوي على ست انواع من الخلايا. ولا اغفل عن التعاريج والنقر، هقول له ان الميكوزا بتاعه الاستومك بتاعتي تحتوي على تعاريج من الداخل اسمها جاستريك روجيه، كما تحتوي على نقر مناطق حفر اسمها جاستريك بيتسيدنس، ده دي فتحات الجاستريك جلاندز بتاعتي. بعد كده طبقه اللامينا بروبريا كلام ثابت عد، والماسكولاريس ميكوزا انر لونجيتيود انر سيركولار اوتر لونجيتيودنال عدي. الطبقه الثانيه اللي اسمها تحت الميكوزا سب ميكوزا هقول له نفس كلام اللامينا بروبريا، عباره عن لوس كونكتيف تيشو يحتوي على نيرف وبلاد والليمفاتكس، كما تحتوي على الجاستريك جلانس، نفس الكلام اللي قلته في اللامينا بروبريا، خدوا كوبي بيست في الصب ميكوزا. ولكن ما تنساش ان طبقه الصب ميكوزا طبقه لعيبه الكوره وعمهم اسمه ميسي،
يبقى في الصب ميكوزا بشوف الميسنرز بلكسس عشان تقدر تتحكم في الجلانس اللي موجوده في الطبقه دي. بعد كده طبقه المسلز ماسكولوزا انر سيركولار مسل بتعمل ميكسنج، اوتر لونجيتيودنال بتعمل بروباجيشن، ولكن في المعده انا محتاج مور اند مور ميكسنج لان كميه الاكل اللي موجوده في المعده بتبقى كبيره، فزودت لك طبقه اوبليك طبقه مايله يبقى انر اوبليك مسل، ميدل لونجيتيودنال ميدل سيركولار مسل، والاوتر لونجيتيودنال زي ما هي. والانر اوبليك دي طبقة مايلة من العضلات ما بقدرش احكمها، فعشان اقدر احكم هذه الطبقة حطيت لها بلكسس من الفينز مخصوصة علشان الانر اوبليك. يبقى متى ذكرت الانر اوبليك؟ ذكر معاها الاوربخس بلكسس اوف فينز اوف نيرفز. بعد كده الطبقة الاخيرة اتفقنا ان هيبقى اسمها سيروزا سيمبل سكوماس ابيثيليوم اللي هو اسمه ميزوسيليوم، ده الطبقة دي متغطية ببريتونيوم. كده احنا اتكلمنا عن تركيب الاسوفجاس بتاعي از هول ومشيناه من السكيما، اتكلمنا عن تركيب الاستومك. طب ما تيجي نتكلم دلوقتي عن اجزاء الاستومك بتاعتي. زي ما قسمت الاسوفجاس بتاعي الى ثلاث اجزاء، ببدا اقسم الاستومك هي كمان الى ثلاث اجزاء. الله، هو الاسوفجاس احسن مني في ايه؟ ما انا مش انا نفسي انا كمان اتقسم ثلاث اجزاء زيه. فتقسيمه الاستومك بتبقى بالشكل ده. الجزء العلوي من الاستومك، الجزء اللي عند الاسوفاجيال اوبننج اللي عند مدخل الاسوفاجس ده، بسميه كاردياك بارت. كاردياك بارت اوف ذا استومك، يعني الاستومك فيها قلب في المنطقه دي. وما هو الكاردياك بارت؟ والله الكاردياك بارت ده الفتحه بتاعه الاسوفاجس، المكان اللي الاسوفاجس بيدخل منه على الاستومك. يبقى اذا في الكاردياك بارت هقول له ان ده الانترانس اوف اسوفاجس، ده مدخل الاسوفاجس على الاستومك، وتحتوي على نوع من الجلاند خاص بها اسمه كاردياك جلاند. عدل. الجزء الثاني هو جسم المعده نفسه اللي بسميه فندس. يبقى الفندس هو البادي ويحتوي على نوع من الجلاند اسمه فند الجلاند. والجزء الثالث هو الاكسترانس، المخرج بتاع المعده اسمه بايلوريك بارت او بايلورس. يبقى اذا زي ما قسمت الاسوفاجس ثلاث اجزاء على مستوى المسكلوزا، بقسم المعده في كلامي كله الى ثلاث اجزاء. الجزء الاول هو مدخل الاسوفاجس على المعده اسمه كاردياك بارت او كاردياك باوتش. هذا الجزء يحتوي على كاردياك جلاند. الجزء الثاني هو البادي بتاع الاستومك نفسه اسمه فندس، والجزء الثالث هو المخرج بتاع الاستومك اسمه بايلورس يحتوي على بايلوريك جلاند، اما الفندس يحتوي على فند الجلاند. كده بقى خلصت حصه النهارده، اشوفكم على خير ان شاء الله في حصص قادمه. تشاو.